هنستمع الآن لسيادة المستشار يحيى بيه أدري نائب رئيس الحركة الوطنية، فليتفضل. أيها الأخوات والأخوة، كل عام وأنتم بخير. اليوم إذ يشرفني أن ألقي هذه الكلمة فوق هذه الأرض الطيبة بشعبها الطيب الذي حب الله حياتي بأن أصبحت زوجتي وأم أولادي منكم أيها الأهل والخلان. أيها الرجال، قد يتساءل البعض، هل أهل البدرشين كانوا متقاعسين عن هذه الأمة؟ إن الإجابة واضحة، نحن نقف الأرض الآن على أرض نشرت الحضارة في العالم. هنا كانت الحضارة الفرعونية، هنا كانت مصر في أزهى عصورها. لقد كنتم أنتم وأبناؤكم من حكم هذه الأرض ومن طهرها ومن قاوم غزاتها. أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أتحدث حديثا من القلب معكم بشأن دستور مصر. اسمحوا لي كرجل قانون أن أتحدث ما معنى الدستور. الدستور أيها الإخوة الأعزاء هو أبو القانون، هو القانون الأعلى لكافة القوانين الأخرى الوضعية، بمعنى أن المشرع الدستوري أو من يضع الدستور إنما يضعه للمشرع البرلماني الذي يسن القوانين. فالدستور لا يخاطبنا نحن، وإنما يخاطب مجلس النواب عندما يسن القوانين، ويخاطب الحكومة عندما تنفذ هذه القوانين، ويخاطب القضاء عندما يفصل في هذه القوانين. ومن ثم فإن الدساتير كلها تكون في عبارات موجزة وليست في عبارات تفصيلية، إلا أن دستورنا اليوم وللظروف التي نمر بها كان دستورا تفصيليا، كان دستورا يخاطب، كان دستورا يخاطب الكل، ليس المشرع البرلماني فحسب، بل يخاطب الشعب ذاته، يخاطبه بحقوقه وواجباته، يخاطبه بعلاج مشكلاته. أنا النهاردة وأنا واقف بتكلم، تعالوا نسأل نفسنا، إحنا مشكلتنا إيه هنا في مصر؟ إحنا مشكلتنا في مصر الصحة، ما بنلاقيش مستشفيات نتعالج إحنا وولادنا فيها. هل الدستور اتكلم عن الصحة؟ أيوة اتكلم عن الصحة. هل الدستور حدد علاج المشكلة الصحية إيه؟ قال حددها. قال إن أنا بألزم الحكومة عندما تقدم الموازنة التي سيقرها مجلس النواب أن تكون قد رصدت في هذه الموازنة ما لا يقل عن 3% من الدخل القومي للبلاد. الله، ده معناها كمان مش سايب للحكومة ولا سايب للناس اللي موجودة إنها تعالج الصحة إزاي؟ لا، ده محدد إن 3% من الدخل إجمالي الدخل القومي، يعني بما يعادل 4 أضعاف القيمة التي رصدت في السنوات السابقة للمسألة الصحية. طيب إذا كنا بنتكلم عن الصحة، ما هو الصحة مش بس دواء
ومستشفى، ده في دكاترة. الدستور تعرض بإلزام الدولة بمراعاة ظروف الأطباء والعاملين في المجال الصحي. طيب أما عدى أول نقطة، عندنا مشكلات تانية إيه؟ عندنا مشكلة كبيرة قوي إخواني وزميلاتي وزملائي، تتمثل في السكن. السكن مشكلة تهز المجتمع المصري بشكل حاد. ماذا فعل الدستور؟ ألزم الدولة بأن تقوم بتجهيز مسكن ملائم لكل مصري. طيب إذن هو دخلنا الأول في الصحة ثم بدأ في السكن. طب الأكل، الناس اللي قاعدة ما بتاكلش، عندها أولاد بيغلرهم مية عشان يضحكوا عليهم يقوموا يناموا. ألزم الدولة بأن تحقق الغذاء الصحي لكل أفراد الشعب. هنا بقول أنه ألزم الدولة. الكلام ده ما ممكن واحد ماشي يقول لك الله، طب ما هو كلام وهي الدولة هتعمل حاجة. إذا لم تستجب الحكومة لهذا النص كان مخالفة لحكم الدستور وتم معاقبتها بأحكام القانون الجنائي. هذا هو دستورنا، هذا هو دستورنا أيها الرجال، هذا هو دستورنا أيها الأخوات، هذه هي المعالم. طيب هل ترك الدستور هذا الأمر؟ لا، لقد ذهب إلى التعليم فرصد له حدا أقل الأمور أن ينفق 4% على التعليم. 4% الحد الأدنى من الدخل القومي الإجمالي للتعليم. يا جماعة الأهم ولادنا مش إحنا، إحنا ماشيين، لكن ولادنا لازم يتعلموا، لازم يكون عندهم هذا التعليم اللي يكفل لهم إنهم يعيشوا الحياة الكريمة. الدستور ألزم بمعالجة التعليم وانتقل إلى معالجة المعلم والنظر في كيفية تلبية حاجاته سواء المادية أو العلمية. هل انتهى عند هذا الحد؟ لا، تحرك للتعليم الجامعي. وقبل أن يتحرك للتعليم الجامعي فقد قرر مجانية التعليم على النحو اللي قاله أستاذنا المرحوم طه حسين، أن العلم كالماء والهواء. وقال إنه التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية. خدوا بالكم كان زمان نهاية المرحلة الابتدائية ثم كان الإعدادية ثم أصبحت الثانوية العامة التي عمل بها معظم أهلنا هي الحد الأدنى للتعليم. ثم انتقل من هذا إلى الحقوق، وهو أمر أرجو أن تراعوه جميعا بقراءة النص فيما يتعلق بالحقوق التي منحها الدستور للمواطن المصري. لقد بدأ البند بكلمة أن كرامة الإنسان هي الأساس. لم ينص دستور فيما سبق على أن كرامة المصريين محفوظة. حضراتكم كنا بنلاقي في شغلنا واحد دخل القسم وضرب جزء لام أو مرمي قاعد في القسم كل شوية ينضرب ومحدش بيتكلم ومحدش بيقول حاجة. كرامة المصري لا يستطيع أحد أن ينال منها أو يتعرض لها. لقد قرر هذا الدستور أيها الأخوات والأخوة أن القبض على المواطن المصري لا يتم إلا بأمر قضائي أو في حالات التلبس. فإذا تم القبض، عاوز أقول لحضراتكم عشان حقوقكم تبقوا عارفين في الدستور إيه، إنه إذا قبض على شخص فيسمح له فورا في قسم الشرطة أن يعلن زويه بأنه تم القبض وأن يعلن محاميه للحضور. هذا النص لم يكن موجودا على وجه الإطلاق، ولا يجوز أن يمارس التحقيق معه إلا في اليوم التالي من القبض. ثم انتقل إلى حقوق الشعب. ما هي؟
الأهم أنه لم يترك صغيرة إلا وعالجها هذا الدستور. فعندما نص على الحقوق عند التحقيق قد أورد بمنتهى الوضوح أن من حق من يحقق معه أن يصمت ولا يجيب، ولا يجوز التعدي عليه أو إجباره على أن يتكلم. هذا هو دستورنا الذي جئنا اليوم لنتحدث عنه. هل هذا الدستور الذي شرح كل شيء لنا والذي أتاح لنا أن ننظر إلى الحرية وأن نعالج مشاكلنا وأن نعود إلى ما كنا نتمناه؟ أيها الأخوات والأخوة، إننا جميعا كنا نطالب بالحرية وها هي الحرية. إننا جميعا كنا نطالب بأن تزول هذه الغمة وقد زالت الغمة. إننا جميعا كنا ندعو الله أن يقي شعب مصر من هذه الفتن التي كانت قائمة، وقد وقاها الله سبحانه وتعالى. كنا جميعا نأمل أن تعود لنا الديمقراطية، فها هي بداية الديمقراطية. كنا جميعا نأمل أن تكون مصر هي الدولة القانونية، فها هي الدولة القانونية. أيها الإخوة والأخوات، إن كنا قد صبرنا بضعة أيام أو قل سنوات قليلة مرت بنا محن شديدة، فقد آن الأوان لهذا الشعب الذي قام ليطهر مصر من أيام الهكسوس، هذا الشعب الذي وقف أمام التتار فهزمهم، هذا الشعب الذي حرر مصر في 73، هذا الشعب اليوم يسترد حقوقه ويسترد أيامه السعيدة. أيها الإخوة والأخوات، دعنا جميعا ندعو الله أن تقوم بلدنا إلى ما تهدفه، وأن تعود أيامنا إلى أيامنا السعيدة التي عاصرناها جميعا في بداية حياتنا، وأن تزول عنا كل أسباب الغضب والتعب والمعاناة، لتعد مصر حرة آمنة مطمئنة. ولنهتف جميعا: عاشت مصر حرة مستقلة، عاشت مصر حرة مستقلة، عاشت مصر حرة مستقلة. أيها الأخوات، أشكركم على حسن استماعكم وعلى كرم ضيافتكم، وأهلا بكم يا أيها الأهل والخلان. ونستمع الآن للضيف الكريم المحترم معالي نائب رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الأكاديمي الدكتور علي السلمي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني سعيد سعادة بالغة إن أكون في 24 وأكون وسط الأهل والأحباب. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم. إحنا يعني شرفنا في هذا الحضور وسعدنا بهذا الإقبال منكم، أصحاب البلد الحقيقيين، أصحاب الشرطة، أصحاب القرار. واكتشفت انه اهل بتشين شعراء بالسريقة. يعني هذا الشعر الجميل الذي سمعنا اليه من الاخ مدحت والاخ عم كشك، واخيرا اخيرا اخيرا الاستاذ محسن. هذه العبقرية الوطنية، العبقرية الطبيعية. مفيش افتعال، مفيش اصطناع، كل واحد
فينا يا مصريين بيتكلم من قلبه، بيتكلم من حبه لمصر. احنا عايشين على حب مصر وعايشين بحب مصر، لكن الزمن قد يعني يبتلينا بأمور لا نحبها. هحكي لكم قصة بسيطة. الأخ محسن في مقدمة كلامه ذكر حكاية الوثيقة، الوثيقة الخاصة بالمبادئ الأساسية للدستور. كانت هذه الوثيقة سميت في الفترة السابقة باسم وثيقة السلمية، لكن هذه الوثيقة بحمد الله رغم أنه الإخوان رفضوها ويعني عملوا المستحيل لمنعها، الحمد لله هذه الوثيقة بكاملها ظهرت في دستور 2013 اللي هتستفتوا عليه بعد بكرة إن شاء الله. هذه الوثيقة بما حملته من مبادئ ترعى حقوق الناس، تؤكد حرية الناس في مصر، تؤكد أن السلطة في مصر خادمة للشعب، السلطة والسيادة للشعب. هذه الوثيقة احتوت على 23 مبدأ أساسي. بحمد الله هذه المبادئ 23 ظهرت في مشروع الدستور الذي ستفتون عليه بعد بكرة إن شاء الله. فالدستور كما قال أخي العزيز سمسار يحيى أدري هو أبو القوانين. الدستور في كل عصر وحين هو عقد اجتماعي بين الناس والسلطة، عقد اجتماعي بين الناس والحكومة، تلتزم به الحكومة بأمور ولا تمنح ولكن تقر بحقوق الناس. الدساتير القديمة كانت بتصدر منحة من الملك، الملك أو السلطان أو الحاكم، لكن هذا الدستور لا يأتي منحة من حد ولكن يأتي بقرار من الشعب، بقرار من الشعب. هذا الشعب منح نفسه هذا الدستور. الدستور بيتكون من ست أبواب. يعني اللي منكم ما خدش فرصة لقراءة الدستور بنحكي الخلاصة بتاع الدستور. الباب الأول بيتكلم عن الدولة. ايه الدولة المصرية؟ ايه الدولة؟ في لا خلاص، مصر البلد، مصر البلد. الدستور في الباب الأول بيتكلم عن مصر ويحدد هوية مصر، طبيعة مصر، هي هبة النيل لمصر وهبة المصريين للعالم. مصر دولة عربية، مصر دولة إسلامية، مصر دولة تنتمي إلى أفريقيا، مصر دولة تعتز بعلاقتها وانتمائها الآسيوي، مصر دولة ديمقراطية حديثة، مصر حكومتها مدنية وحكمها مدني. القانون هو سيد الموقف، القانون هو سيد الموقف. مصر دولة تخضع للقانون من أكبر رأس فيها إلى أصغر مواطن، القانون هو السيد في الحكم على الأمور المختلفة. الباب الثاني بيتكلم على حاجة اسمها المقومات الأساسية للمجتمع. المجتمع المصري ده ايه؟ في مكونات او مقومات او عناصر اجتماعية وعناصر اقتصادية وعناصر ثقافية. احنا في عصر تختلط هذه الامور مع بعضها وتداخل بين الاقتصاد والسياسة والاجتماع امر يعني وارد.
لكن دستور في الباب الثاني منه فصل هذه المقومات بمعنى انه هذه العناصر التي يتكون منها المجتمع المصري. يبقى الباب الاول كان كلام عن الدولة، الباب الثاني كلام عن المجتمع المصري. احنا اتبادر شيء مجتمع مصري، جزء من المجتمع المصري، يعني المواطنون في الجيزة جزء من المجتمع المصري، المواطنون في النوبل جزء من المجتمع المصري، يصدق عليهم كل ما يصدق على المصريين في كل أنحاء مصر. الباب الثالث وهو يعني ضرورة هذا الدستور، الباب الثالث في هذا الدستور الجديد هو الضرورة أو الجوهرة الثمينة في هذا الدستور، الحقوق والحريات التي أقر بها الدستور للمصريين حقوق لم ترد في دستور سابق من قبل. هذه الحقوق كما قال المستشار يحيى أدري بدأها بالكرامة وتدرج منها إلى كل الحقوق التي تضمن للناس مصر، المصريين تضمن للمصريين حياة آمنة مطمئنة كريمة، حياة تكون فيها العلم متاح، الصحة متاحة، حتى الرياضة متاحة، السكن. الدستور ألزم الدولة في هذا القانون، في هذا الدستور ألزم الدولة يعني بمعالجة والقضاء عن بعض المشاكل التي يعاني منها المصريين، مشكلة العشوائيات والسكنة في العشوائيات. ألزم الدستور هذه الحكومة أو الحكومات القادمة بوضع خطة للقضاء على العشوائيات في مدى زمني محدد. الدستور ألزم الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية في زمن محدد. كما يعني كما قال الأستاذ يحيى أدري ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق العام للصحة والتعليم والبحث العلمي، وتدرج إلى حتى أمور تصل إلى التعليم الفني، ومصر على أهبة الدخول في نهضة صناعية، فالتعليم الفني أساسي. التعليم الفني والتعليم الذي يتوفر للمتعلم في علوم التكنولوجيا والتقنية الحديثة المطلوبة للصناعة هي من الأمور التي اهتم بها الدستور. البيان الرابع من الدستور يتكلم عن قضية أساسية، سيادة القانون. أفرد الدستور باب خاص للحديث عن سيادة القانون. القانون كل المصريين سواء بالنسبة للقانون، لا تمييز لمصري على آخر. الدستور ده بيتميز بحاجة أساسية، أنه منع التمييز بين المصريين لأي سبب. لا تمييز بين المصريين لأسباب تتعلق بالدين أو بالعقيدة أو بالأصل الاجتماعي أو بالنوع أو بالجنس، لا تمييز بين المصريين في القانون أو الدستور. واعتبر الدستور التمييز جريمة لا تسقط بالتقدم. يعني على سبيل المثال، محافظ أو وزير أو مسؤول أو كبير من الكبراء ميز بين مصريين على غير الحقيقة، وميز بين مصريين، واحد تقدم إلى وظيفة وكان حق إنه يحصل على هذه الوظيفة، وميز هذا المسؤول ضده، فالجريمة وقعت في شأن هذا التمييز، ولا يعفي المسؤول
عن العقوبة أمر حتى بالتقابض، حتى في جرائم لا تسقط العقوبة فيها بالتقابض. فالمصريين مرأة شباب مسيحيين ذوي إعاقة عمال فلاحين هم كلهم أمام القانون سواء، يحصلوا على نفس الحقوق ويحصلوا على نفس الحريات ويتحملوا ذات الواجبات. لكل دور في هذا المجتمع يقوم به الصانع والفلاح والعامل والطالب والأستاذ إلى آخره، كلهم سواء أمام القانون وكلهم يحصلوا على نفس الحقوق ويؤدوا نفس الواجبات. الواجب الدستور ألزم المصريين بأداء الواجب العسكري، نحن مسؤولون وملتزمون كمصريين لأداء الواجب العسكري. الدفاع عن الوطن واجب يحق لنا أنه نفخر به، ويعاقب من يتخلى عن هذا الواجب. فالبيان الخامس تسمعوا على الدستور السابق والدساتير السابقة منذ تعديل الدستور 1971، استحدث هذه الدساتير حاجة اسمها مجلس الشورى. المجلس الشورى ده لم يكن له داعي ولم يكن يشارك في العملية التشريعية، ولكن كان فرصة لرئيس الجمهورية انه بيعين ثلثين اعضاء مجلس الشورى، فيعتبر ميزة لهم ويكونوا في خدمة الحاكم. الدستور بتاعنا الجديد ألغى مجلس الشورى. الدستور الجديد فيه نص صريح انه السلطة التشريعية تتكون من مجلس نواب فقط، لا يوجد مجلس للشورى. وهذا كان استجابة لطلب القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المصري كله، كان رافضا لفكرة مجلس الشورى. تفتكروا حضرتكم في انتخابات 2011 كم مصري أدلى بصيرته في انتخابات مجلس الشورى؟ ما لا يزيد عن 6% من الناخبين، ما لا يزيد عن 6% من الناخبين أدلوا بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. لكن الحكم الإخواني كان راغبا في إيجاد هذا المجلس، لأنه كان متوقع أنه مجلس الشعب هيصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحله نتيجة أن القانون الذي جرى على أساسه انتخابات مجلس الشعب كان غير دستوريا. فلما ألغي مجلس الشعب، حل مجلس الشعب، استعان الحكم الإخواني بمجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع. وكان هذا من المفارقات العجيبة، أنه مجلس ليست له سلطة تشريعية وكلف بإصدار القوانين والتشريع. فالدستور الجديد استقر على أن السلطة التشريعية تكون ممثلة في مجلس النواب فقط، وغيروا اسمه من مجلس الشعب إلى مجلس النواب. نمرة اثنين في هذا الباب يتكلم عن رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رئيس السلطة التنفيذية. ميزة هذا الدستور الجديد الذي سوف نستفي عليه بنعم إن شاء الله في الثلاث والأربع، ميزة هذا الدستور أنه حدد من سلطات رئيس الجمهورية. لم يعد رئيس الجمهورية فرعون، لم يعد رئيس الجمهورية الحاكم بأمره في البلاد، لم يعد رئيس الجمهورية رئيس كل السلطات، رئيس كل الأجهزة، رئيس كل المجالس. لكن الدستور الحديث الجديد حدد وقلص من سلطات رئيس الجمهورية.
في مقابل هذا، في مقابل هذا الدستور جعل رئيس الوزراء سلطة لها اختصاص مهم، وأشرك رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة ووضع القرارات المهمة. في هذا الدستور حاجة مهمة جدا، أن مجلس الشعب يستطيع أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء ومن الوزراء، ومجلس الشعب أيضا بأغلبية محددة يستطيع أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية. لن يعد رئيس الجمهورية لكي نتخلص من الرئيس فاسد أو لكي يتخلص الشعب من الرئيس مستكبر أو مستبد لازم نعمل ثورة، لا، الدستور الجديد يسمح لمجلس الشعب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية بشروط. هذا الدستور أعاد إلى المحكمة الدستورية العليا التي كانت رمز القضاء المصري ورمز القضاء المرتفع الكفاءة. عاد هذا الدستور للمحكمة الدستورية العليا قيمتها وأعاد لها اختصاصها الذي سرقه منها دستور 2012 الإخوان. أنتوا عارفين الحكاية أنه كان في عداء بين مرسي وبين المحكمة الدستورية العليا. ليه؟ لأنه هذه المحكمة الدستورية العليا كان بها قامات قانونية دستورية عليا، كانت هي المحكمة رقم 3 بين المحاكم الدستورية العليا في العالم. فرفض المعزول يوم حلف اليمين بعد 30/6/2012، رفض المعزول أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكن خضع لقرار أو للإعلان الدستوري الذي كان أصدره المجلس العسكري بضرورة أنه في حالة حل مجلس الشعب يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فذهب مضطرا إلى المحكمة الدستورية العليا وأراد أن يلغي إذاعة وقائع اليمين الدستورية على التلفزيون. فأصرت المستشار تهاني جبالي، لها كل التحية وكل الإقبال، أصرت على عدم قبول هذا الوضع لأنه غير دستوري، وأصرت ومعها مجموعة من السادة أعضاء المحكمة الدستورية العليا على ضرورة خضوع المعزول لقرار الإعلان الدستوري بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا علناً وفي البث التلفزيوني. فكان هذا الموقف من المستشارة تهاني الجبالي ومن أعضاء المحكمة الدستورية العليا، حز في نفسه وكرر ظهوره في ميدان التحرير وأدى اليمين الدستورية مرة تانية، ورجع إلى جامعة القاهرة وأدى اليمين الدستورية مرة تالتة نكاية في المحكمة الدستورية العليا. فكان هذا الموقف من المحكمة الدستورية في عقول واقعي الدستور 2012، فكان أن قلصوا اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ونزلوا بأعضاء المحكمة الدستورية العليا حتى يتخلصوا من المستشارة تهاني الجبالي. فبدلا من أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية العليا 19، نزلوا بهذا العدد إلى 10 لكي يتخلصوا من الأحدث أو من ضمنهم المستشارة تهاني الجبالي. فكان دستور 2013 أعاد إلى المحكمة الدستورية العليا هي الضمان لنا، هي الضمان للحكم على دستورية القوانين
اي دستور مخالف، اي قانون مخالف دستور تحكم المحكمه الدستوريه عليه بعدم دستوريته. فالامر ده يعني بيؤدي الى اعاده الامور الى نصابها. اخر حاجه بقولها انه الدستور الجديد راعى امور اساسيه، انه نص على الزام الحكومه الزام الدوله بمواجهه الارهاب في مدى زمني معين. يبقى كل الكلام اللي كان الناس كلهم بيطالبوا الحكومه الحاليه باصدار قرار باعتبار الجماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، يعني تخاذلت الحكومه لفتره عن هذا الاصدار هذا القرار. الدستور الجديد الزم الدوله بمواجهه الارهاب والقضاء على الارهاب. في نقطه ثانيه، الزم الدستور الدوله ب يعني تمثيل المراه والشباب والمسيحيين وذوي الاعاقه تمثيلا مناسبا في مجلس النواب القادم. تذكروا انه الدستور الحالي الجديد الغى نسبه 50% للعمال والفلاحين على اساس انه هذه النسبه لن تكن مفيده لا للعمال ولا للفلاحين، كان يستغلوها اناس يعني لا صله لهم بالعمال والفلاحين. فالدستور الجديد الزم الدوله بضمان تمثيل الشباب والعمال والفلاحين وذوي الاعاقه والمسيحيين تمثيلا مناسبا في مجلس النواب. اخر حاجه، الزم الدستور الجديد الدوله بضمان اموال التامينات والمعاشات. هذه القصه اموال التامينات والمعاشات نهبها الحكم السابق، نهبها نظام مبارك، وتخاذل نظام الاخوان عن استرداد هذه الاموال ما يقرب من 407 مليار جنيه. 407 مليار جنيه سرقها العملاء والمفسدون والفاسدون. الدستور الجديد نص على ان اموال التامينات والمعاشات اموال خاصة. يعني ايه اموال بتاعت اصحابها ايه اللي بيدفعوا اقساط المعاشات واقساط التامينات، والزمت الدولة بضمان هذه الاموال. فالخلاصة ايضا انه هذا الدستور جاء من مطالب الشعب للتعبير عن مطالب الشعب، وألزم الحكومة أو الدولة 71 التزام، 71 التزام تلتزم الدولة بهذه الالتزامات. يبقى الخلاصة إنه هنقول نعم للدستور فقط ونروح؟ لا، هنقول نعم للدستور ونتابع الحكومة ونراقب الحكومة في تطبيقها لهذا الدستور وفي العمل وفقا لهذا الدستور. فأي حكومة أو أي مسؤول لا ينفذ أحكام الدستور نقف له بالمرصاد ونقول له قف، أنت خالفت الدستور. فهو يعني الرسالة الأساسية اللي بتوجه بيها إليكم، أنتم أصحاب الدستور، أنتم أصحاب البلد، أنتم القائمين على حماية هذا الدستور من تلاعب المتلاعبين وفساد المفسدين، فأنتم المسؤولون عن حماية الدستور وتطبيقه تطبيقا صحيحا، ووفقكم الله إلى اختيار القرار الصحيح. وشكرا. مدار هو رجالة البدرشين، أهل البدرشين، عائلات البدرشين اللي أثبتوا النهاردة جدارتهم معانا، وقفوا وقفة قوية جدا، وهم اللي كانوا منظمين المؤتمر، وهم اللي كانوا حامين المؤتمر. فكل التحية لأهل وعائلات وشباب ونساء وأطفال حتى
هم رجاله برضو اللي هم البدرشين. البدرشين اثبتت فعلا ان هي بلد التاريخ، بلد الحضاره. اديك شايف النهارده التحيات الكبيره جدا، اكبر تحيه، اكبر تحيه لانجح مؤتمر حصل النهارده، حصل النهارده. اكبر تحيه لرجاله البدرشين اللي هي اثبتت وجودها النهارده في هذا المؤتمر، اللي انا بصراحه كنت متخوف، لكن انا راهنت على رجاله البدرشين اللي هي وقفت في ظهرنا النهارده وساهمت في نجاح المؤتمر. عاوز اشكر الدكتور علي السلمي، كان كتير قوي متخوف انه مش هيجي، لكن انا قلت لا، ده شخصيه محترمه وهو قد وعده لينا وحضر. واشكر يحيى بيه ادري، واشكر ياسر اورا عضو الهيئة العليا، واشكر ايضا رجل الازهر المحترم الدكتور محمد البحيري اللي حضر النهارده واتكلم كلام محترم جدا. وعاوز اشكر القنوات الفضائية ومنهم طبعا شبكة تلفزيون يقين اللي ما بتسيبش مؤتمر، واللي هي اتظلمت واتقالت انها مع فصيل معين، لكن هي لا، هي محايدة، هي محايدة، بتجيب الرأي والرأي الاخر. وانا بكني ليها كل احترام لشبكة تلفزيون يقين. وان شاء الله اهم حاجة من قبل ما تقول نعم ولا بتقول لا، لا بيعرف دستورك الاول، ومن خلال دستورك ومن المواد اللي بتقراها انت كمواطن مصري، لان الدستور ده اتعمل للمواطن المصري، وعلى المواطن المصري انه يقرا الدستور بتاعه عشان يعرف ويفرق، لان المواطن المصري ذكي بالفطره، حتى اللي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب هيجيب ابنه ولا بنته عشان خاطر يقرا له المواد، ومن خلال قرايه المواد هيعرف ان الدستور ده محترم ولا مش محترم. هيقول لي في مواد كتير اكتر من 300 او 200 ماده، طيب عشان تعرف ان الدستور ده محترم ولا مش محترم اعرف حاجتين معينين. اي دوله بترتقي من خلال التعليم والصحه، التعليم والصحه. التعليم في قبل كده في مصر زي ما انت شايف تعليم مهلهل، تعليم فيه فساد، صحه محدش بيعرف يروح اي مستشفى، حتى مستشفى البدرشين، مستشفى الحوامديه غير جديره برضو بالعلاج الادمي على الرغم من الامكانيات بتاعتها القليله. ليه؟ لان الموازنه العامه فيها 1.5%. الدستور الحديث ل 2014 عمل حاجه قويه جدا، رفع من الموازنه العامه ل 4% وزياده، ومع الزياده وده يعني يحسب للدستور المصري الجديد 2013 و14. والتعليم والصحه رفع الموازنه العامه فيهم، واهتم بالاعلام، واهتم بالاعلام، وعمل وثيقه شرف للاعلام، واهتم بالصحافه وعملها جهه هيئه مستقله، والاعلام برضه هيئه مستقله، وبيكشف برضه، مش اي حد يروح يعمل قناه فضائيه، ومش اي حد يعمل جورنال. فانا بشكر تاني على شبكة تلفزيون يقين، أهالي وعائلات مركز البدرشين المحترمين اللي وقفوا جنبي النهاردة. شكرا لحضرتك.